نتكلم بقى في الجزء الثاني من الفورم على شوية الخواص والخصائص الإضافية اللي أنا سبتها من الجزء الأولاني. نروح لكمبوزيشن، نعمل نيو كومب، لاير نيو سوليد أيا كان اللون مش تفرق. بعد كده نحط الفورم، دبل كليك، نسحبه نضيفه بالشكل. مثلا هاجي على البيز فورم، اخلي على الاكس طويل، زد ممكن اقلله حبتين، تمام، وعلى الواي يعني اقلله شوية. طبعا دي كلها حاجات عشان التمرين مش اكتر، ممكن اشتغل انت زي ما انت عايز. سايز على الزد هخليه مثلا 2 بحيث يبقى فيه 2 بارتكل على الزد. تعالوا نخليه بوكس سترينجز عشان يبقى عبارة عن خطوط. لما بتخليه بوكس سترينجز بيقول لك عدد السترينجز في الواي، يعني عدد الخطوط في الواي. هقول له طبعا الخط ده عبارة عن بارتكلز جنب بعضها، هقول له على 70، هقول له مثلا خلالي 20، تمام بالشكل ده كده. والسترينجز على الزد طبعا ممكن اخليها 1، تمام بالشكل ده كده. حتة السترينجز على الزد بتحل محل البارتكلز على الاكس، تمام. بعد كده في حاجة عايز اقول لكم عليها، ايه هي؟ ان عندي هنا روتيشن، ولو نزلت تحت هلاقي عندي ترانس فورم، هنا برضو في روتيشن وهنا برضو في روتيشن. ايه الفرق بين ده وده؟ الفرق ان الروتيشن ده بيعمل روتيشن للفورم كله كبارتكلز بغض النظر عن اي افكت بيتضاف عليه. مثلا لو انا حطيت ديسبيرس، حطيت تويست، تمام، اللي حصل ايه؟ ان هو لف السنتر بوينتس او لف الفورم بناء على السنتر بوينت. لكن لو انا رجعت ده زيرو، تمام، وعليت التويست شويه بالشكل ده كده، بصوا لما هرجع الف على الواي شفتوا اللي حصل؟ ايه اللي لف؟ اللي بيلف ده كله، كل الفورم بيلف بس الافكت لسه مكانه ما بيلفش. لكن لو انا نزلت تحت وعملت روتيشن على واي، بصوا في الحاله دي ايه اللي بيحصل؟ كل الفورم بالافكت بيلف. اذا نقدر نقول ان ترانسفورم وورلد بيلف كل البودي بتاع البارتكلز بالنسبه للكاميرا، لكن الروتيشن اللي فوق ده، تمام، بيلف البارتكلز بس حوالين نفسها وملهاش دعوة بالإفكتات اللي موجودة. هعمل ريسيت، تمام، وهعمل هنا برضو ريسيت وارجع زي ما كنت. بعد كده في عندي سترينجز سيتينجز، في عندي الدنسيتي، تمام، اللي هي الكثافة، تمام بالشكل ده كده. في عندي بعد كده السايز راندومايزيشن اللي هو التفاوت في الحجم. في عندي بعد كده السايز رند ديستريبيوشن. على فكره رند دي الناس اللي درس برمجه معانا واللي شايفه المحاضره، رند دي داله من دوال العشوائيه اللي بتعمل توليد عشوائي للرقم اللي بيتحط لها. الرقم اللي بيتحط لها في الحاله دي هو التلاته، لو انا عملت كده، تمام، بتزيد العشوائيه بس مش هتبان، تمام، معانا حالا لانها في السايز. في عندي تيبر سايز وتيبر اوباستي. تيبر سايز لو انا عملتها سموز، تمام، بيعمل تيب او بيعمل سحب للسايز في اتجاه الاطراف بالتدريج، مشابه للكيرف بتاع السايز اللي موجود في البارتيكولر. التيبر اوباسيتي نفس الموضوع لكن على الاوباسيتي بالمنظر ده كده. طبعا ممكن ان انا اكبر الحجم في الاكس شويه، تمام، بالمنظر دوت كده. السترنجز على الواي هقللها شويه، اخليها 15، تمام، بحيث ان احنا نشوف بشكل اوضح. بعد كده انزل تحت، اللي ما كنتش انا اتكلمت عليه المره اللي فاتت هو الفراكتال فيلد، قلت اتكلم عليه المره دي. تعالوا نرجع للجريد، وتعالوا ان انا ارجع الديسبيرس والتويست دي
اصفار بالشكل ده كده. طبعا الشكل ده لان السايز على الاكس البارتكلز على الاكس مش كبيرة، في حين السايز على الاكس كبير. تمام، اخليه كده مثلا بارتكلز على الاكس بارتكلز على الواي بالشكل ده. اقول لكم على حاجة، تعالوا نحط العدد زي ما هو هنا، يعني ده 1010 هخلي ده الاخر 1010، ده 113 هي هناك 160 هخليه 160 بحيث تديني صفحة بيضة كده. السايز على الزد هخليه بزيرو بالشكل ده. ال ال القفل دي في بارتكلز على الزد، في سايز، لا اخلي السايز على الزد باتنين زي ما انا عادي مفيش مشكلة. تمام، ادي بوكس جديد وادي سترينجز وادي كده. تمام كده مظبوط، البارتكلز سفير. تمام، كويك مابس هتكلم عليها ولير مابس هتكلم عليها، لكن انا عايز اتكلم على الفراكتال فيلد حاليا. الفراكتال فيلد ده عباره عن التشوه، تمام، او العشوائيه اللي موجوده في البارتكلز. لو انا رفعت الديسبليس، تمام بدا يعمل لي كده، لكن انا اعتقد ان انا هقلل عدد البارتكلز، هخليه 800 عشان تبان. تمام، في 100، تمام بالشكل ده، واقلل السايز على اكس شويه خلاص. وهنزل تحت بقى عشان ابينها لكم قوي، هرفع الديسبليس بالشكل ده. ادي الشكل اللي الديسبليس عمله، بيعمل عشوائيه لمكان او تواجد البارتكلز. الفراكتال فيلد ده بيأثر لي على حاجتين، يا بيأثر على السايز يا بيأثر على الاوباستي. لو انا رفعت السايز هلاقي انه بيأثر على السايز بتفاوت وفي اماكن مختلفة، بيكبر شوية ويصغر شوية. نفس القصة لو اشتغلت على الاوباستي هلاقيه برضو بيعمل لي عشوائية في الاوباستي. في حالتنا انا مش محتاج الموضوع ده، تمام، هخلي ده وليكن 120. وبعد كده عندي فلو، الديسبليسمنت مود. الديسبليسمنت مود اللي هو طريقة تطبيق الديسبليسمنت على السطح بتاع البارتكلز. حاجة من الاتنين، يا لينكد اكس واي زد، وفي الحالة دي ال 120 دي بتطبق 120 اكس 120 واي و 120 زد. لكن فرضا انا وقعت في موقف عايز ان انا اطبق الديسبليس في حتة معينة، في الحالة دي بقوم رايح قايل له individual اكس واي زد. يعني individual يعني فرق او افصل اكس واي زد. لو انا عملت كده اصبح قال لي ديسبليس على اكس واي وزد. طيب خلي دي صفر وتعالى نرفع الواي. تمام، بص بقى الديسبليس بقى على فين، على الواي. اقول لكم حاجه، تعالوا نروح على لاير نيو، اسف، كنترول الت شيفت اس سي عشان يدي كاميرا، تمام، بالمنظر ده. وتعالوا كنترول شيفت واي، ده الكاميرا سيتنجز، اسف، لاير نيو نال اوبجكت، ونخلي النل 3 دي وناخد الكاميرا للنل. تمام، وعايز بس اللي انا اعمله اعمل ار واعمل روتيشن للنل ب 90 طبعا عشان يبان، اخليها 90. تمام، بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. والبوزيشن، تمام، هزق النل في اتجاه الواي، تمام، عشان تبقوا شايفين الديسبليس. ادي الديسبليس على الواي. طيب لو انا نزلت كده خليت ديسبليس على الواي زيرو، هاجي ديسبليس على زد، اظن وضح الديسبليس في اتجاه محور معين. اقفل، تعالى على اكس، مش باين. ليه بقى الديسبليس كده؟ لو انا شلت النل وشلت الكاميرا، تمام، وعملت ريسيت يعني رجعت زي ما كنت، الديسبليس في الاتجاه الافقي مش في الاتجاه الراسي. ده بالنسبه للانديفيدجوال اكس واي زد. في راديال، بس راديال هينتشر في هيئه دايره مركزها
المكان بتاع السنتر بوينت بتاع الفورم. هرجع للينكد اكس واي زد، هخليه 200 تمام. ممكن بزياده عدد البارتكلز تمام في الاكس وفي الواي نحصل على شكل مختلف، هنقول له هنا 160 تمام، وهنخلي الاكس 900، هناخد الشكل اللي احنا شايفينه دوت. طيب ماشي مفيش مشكلة، انا بس عايز اكبر سايز على واي عشان اخد شكل وليكن احسن. سايز على واي 310 والبارتكلز هخليها 210 يعني اقل منها بحوالي 100، وعلى على الاكس هخليها 900 ماشي، ودي هخليها 310 عشان يبقى احنا كده قافلين الموضوع بالشكل ده تمام. ده بالنسبه للديسبليسمنت. لو انا عملت زيرو من لوحه المفاتيح علشان اشوف الريندر، هلاقي ان الديسبليسمنت مجرد ما انت بتديله قيمه هو انيميتابل، يعني هو اصلا بري كي فريمد، يعني محطوط له كي فريم امبيدد جواه تمام. طب هتقولي بيتحرك بناء على ايه؟ ايه اللي بيحركه الحركه دي؟ هقول لك اللي بيحركه الفلو ايفولوشن. الفلو ايفولوشن اللي هي مقدار الحركه او مقدار تقدر تقول الفوران. لكن انا عايز احركه حركه معينه، هقول له فلو على الاكس، فلو على الواي، فلو على الزد، اتجاه الحركه في اكس وواي وزد. لو انا قلت له مثلا على الاكس مقدار 60 تمام، هنلاقيه بدا ان هو اهو يتجه ناحيه الاكس ناحيه اليمين بعد ما كانت حركته عشوائيه في كل الاتجاهات تمام. لو عملنا ريندر هنلاقيه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. نقرب عشان اوريها لكم برضو. هتلاقوا بالشكل السموث ده. طب انا عايز اقلل الحركه، يعني عايز اخلي الحركه الاتجاه على الاكس ماشي زي ما هو لكن مقدار الفوران قليل، خلي ال 50 دي مثلا ولتكن 15. في الحاله دي هتلاقيها ماشيه بانسيابيه خالص ناحيه، بصوا بقى كده ماشيه بانسيابيه خالص ناحيه الاكس. طبعا اقدر ان انا اعكس الحركه بالاتجاه السالب، لو قلت له سالب 60 يبقى انا هتحرك ناحيه الشمال. ودايما يا جماعه اللي ينسى موضوع السالب والموجب يفتكر الرياضه زمان اللي هي المحور السيني والمحور الصادي اللي هم الاربع او الاربع تربع تمام، اللي هو موجب سين وسالب سين، موجب صاد وسالب صاد. طبعا انا كنت خيبه في الرياضه بس يعني عرفت قيمتها دلوقتي تمام. اهو شفتوا بقى الفلو في اتجاه اكس لكن فوران انسيابي. نفس القصة في واي، لو انا عايز ارفع لفوق وليكن مثلا 20 لتحت اسف، يبقى سالب 30 مثلا لفوق. عايز اعمل فوران على او 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 فلو على الزد، هقول مثلا بمقدار 40 تمام. طبعا سالب هيزق البارتكلز لورا في عكس اتجاه الكاميرا، كده هنلاقي حركة في كل الاتجاهات لكن بإيفولوشن مقداره كام؟ مقداره 15 تمام. كده ورندر 19 21 23 طب حاجة كده مثلا تمام. طيب الديتيلز دي كلها ايه اللي بيتحكم فيها؟ اللي بيتحكم في الديتيلز دي كذا عامل بس اهمهم الاف سكيل، لكن انا هتكلم على كذا عامل التانيين بحيث برضه نبقى احنا عرفناهم. عندي الفراكتال سميشن اللي هو تجميع التشويهات دي، في نويز وفي ابسولوت نويز، يعني نويز تماما. هعمل نويز، ادي الديتيلز بقت كتيره جدا جدا خلاص. في عندي بعد كده الاف سكيل اللي هو مقدار القوه اللي بتاثر على او اللي بتعمل التشوهات، ممكن بدل ما هي 10 اخليها 2 مثلا، بقت سموث خالص.
اخليها 5، خلي بالك كل واحد بيفرق. تمام، طب اخليها 22، شفتوا؟ طب لو انا 22 وعملت دي نويز ادت شكل تاني، تمام، خليتها 20 ادت شكل تالت. يعني اذا الموضوع هو موضوع تجارب، يعني الموضوع موضوع تجارب اكتر منه انك انت بتعرف البارامتر ده بتاع ايه وبيعمل ايه. لكن طبعا مهم انك تعرف بتاع ايه وبيعمل ايه، لكن برضو الاهم انك تجرب، بس تبقى عارف علاقة ده بفين بيعمل ايه. بمعنى اف سكيل علاقته مع مين؟ مع الفراكتال سم ومع الكومبلكستي ومع الاوكتاف سكيل والاوكتاف مالتي بلاير، كل ده نتكلم عليه. لكن اي تغيير في القيم اللي انا قلتها دي بيعمل تغيير في الشكل العام للفورم. يعني انا لو عملت الابسولوت نويز رحت مثلا للكومبلكسيتي مثلا خليتها 2 الشكل 1 بقى سموز. طيب لو انا رفعت الاوكتاف سكيل خليتها مثلا 3 بدل 1.5، تمام، طب خليتها 2 من 10، ما تأثرتش ليه؟ لان الابسولوت نويز عالية قوي، خليها نويز، تمام، خليتها 3، طبعا ما فيش للكومبلكسيتي بيت، طب خلي الكومبلكسيتي ب3. تبدأ بقى اللي تشتغل مين؟ الاوكتاف سكيل. لو انا خليتها ب2 من 10، شفتوا؟ عرفتوا بقى ان الموضوع كذا حاجة مربوطة ببعضها. لو انا خليت ابسولوت نويز هيديني فرق تاني، اوكتاف مالتي بلاير دي مضروبة في نص، طب لو خليت اوكتاف مالتي بلاير ب1 بقى الموضوع سموز اكتر واكتر واكتر. يا جماعة الفكرة فكرة تجارب مش فكرة حفظ، لكن اللي بيضيف لك المعلومة ان انا ببقى عارف مين مع مين بيديني ايه، وعلاقة كذا بكذا بتدي كذا. اف سكيل لو انا خليتها 12 الموضوع هيفرق كتير قوي قوي قوي، خلاص بالشكل ده. خليت المالتي بلاير ب2 من 10 هيفرق برضو كتير. يعني الموضوع موضوع تجربة. طيب كده تمام قوي ومفيش اي مشكلة، جميل. طب ده بالنسبة للفراكتال فيلد. طبعا لو انا اثرت على السايز بمقدار 1 عمل فرق، اثرت على الاوباستي بمقدار 10 عمل فرق في الموضوع. طيب كويس قوي كده. لو نقلب بقى او نروح نتكلم على حاجة تانية، هقفل فراكتال فيلد وهروح اخلي ده بوكس سترينجز، طبعا مساحة كبيرة فانا هقللها، وحتى عدد السترينجز على الواي 310، تمام، لا انا هخليه 17. طبعا بايظة، ليه بايظة؟ لان تحت طبعا الفراكتال، يعني الفراكتال فيلد بهدلها، فانا هخلي الاوباستي ترجع زيرو، سايز ترجع زيرو، ديسبليسمنت يرجع زيرو، تمام، كفايه قوي كده الفراكتال اللي يعني ده باظ اصلا. طيب عندنا التيبر والكلام ده كله اوف اوف عشان ابدا ان انا اشتغل مظبوط. سايز راندوم هرجعه زيرو زي ما كان، ديستريبيوشن هرجعها 1 زي ما كانت، خلاص الدنسيتي هرجعها 15 زي ما كانت، السايز على الواي هقلله، تمام، 120 تمام، وسترنجس على الزد اخليها 2، تمام قوي كده. تعالوا نعمل هو فين الديسبرس اند تويست، نعمل ديسبرس حاجة بسيطة، ونعمل تويست برضو نفس الموضوع، تمام، وماشي. لو نعمل هنا فين لاير مابس مش عارف ايه، فين الروتيشن، ادي الروتيشن، تمام. وليكن مثلا نعمل روتيشن على واي بمقدار معين، وروتيشن على اكس بمقدار معين كده، وروتيشن على زد، تمام. طب انت عملت كده ليه؟ هقول لك حالا انا عملت كده ليه. علشان انا عايز اشتغل على السفيريكال فيلد. السفيريكال فيلد عبارة عن 2 سفير، يعني كورتين.
ايه فايدتهم؟ السفيريكال فيلد حاجه من اتنين، يشتت البارتكلز يزقها لبره في شكل دائري، يا يسحبها يلمها في نقطه واحده. يعني لو انا خدت البوزيشن قلت له حط لي البوزيشن هنا مثلا، يعني قبل الاطراف بحاجه بسيطه، ورحت مزود السترينجز، بصوا كده زق البارتكلز لفين؟ زقها لبره. تمام. طيب خليكوا معايا، غير السترينجز عندي الراديوس، لو عليت الراديوس يبقى انا بزود المساحه اللي بيأثر فيها بالشكل ده كده. عندي غير كده كمان، انا عندي الفيزر، تمام، التنعيم ده كده حد جدا كده، في تنعيم شويه وتدريج. فيجوالايز فيلد بقى ده اللي بيوريني انا فين بالظبط. يعني لو انا عملت كده عايز اظبط الدنيا صح، تمام، ماشي، بعد كده بعمل فيزر، شو بيوريك، تمام، الفيزر لما بيقل ولما بيزيد بيعمل. طبعا انا زودت الفيزر، تمام، بزود الراديوس شويه كده مثلا بحيث الم كل ده، لكن في مفاجاه، السترينجز هيخليها سالب 100. ايه اللي حصل؟ لمهم كلهم في نقطه واحده، لكن في كام واحد هنا بعيد، الكام واحد البعيد دول اقلل الفيزر شويه، تمام، طيب اخليه كده واعلي الراديوس سنه بسيطه، يوم يمسك كل دول في نقطه واحده. خلصت، شيل الفيجوالايز فيلد وتعالوا كده مع بعض نعمل ريندر ونشوف. طبعا تمام، واحد فيكم يقول ايه يا عم الحاج انت بتضحك علينا ليه؟ ما تحركش. طب ما تحركش ليه بقى؟ تمام، هنقول بص يا سيدي، دلوقتي انت عملت كل الفيلم ده لكن ما حركتوش، طب انا هحركه ازاي؟ اقول لك حاجه حلوه قوي، فاكر اعياد الميلاد بيبقى فيها اللي هو البندول الحلزوني ده اللي بيتعلق في السقف ويلف، فتحس ان هو بيطول ويقصر، بيطول ويقصر، ليه؟ عشان شكله حلزوني. هو ده اللي قدامك بالظبط، لو خدت بالك الشكل بتاع التويست ده هو نفس شكل البندول ده، تمام، ولو انت عملت له روتيت على اكس هيدي لك نفس ايه؟ نفس الشكل اللي هناك، صح؟ يبقى انا لو رحت هنا، تمام، على اكس وعملت الت كليك وقلت له تايم في 60 مثلا، تمام، بس محتاجه ظبطه شويه في السفيريكال فيلد عشان ما يفلتش مني اي خيط او اي طرف من اطراف البارتكلز، ازود اقلل الفيذر شويه، تمام، وازود الراديوس بعض الشيء، وازود الفيزر بتاع النعم، واعمل زيرو. خدتوا بالكم من حاجه؟ انه بيفلت، تمام. طيب عشان ما يفلتش تعالوا نزق السفيريكال فيلد كده شويه ونزقه لتحت شوية، تمام، ونزود الراديوس شوية، بالشكل ده كده، تمام. طبعا الراديوس زاد، ممكن نزود الفيزر، تمام، وبرضو هنزوده انا معايا لغاية ما يمسك، تمام، بالمنظر ده كده. ممكن عايزين نزود شويه السايز اكس، تمام، واللي هنعمله محدش يقلق، ارجع بس بدي كده اهو كده، وتنزل سنه تحت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. عايزين نظبطها بس سنه، مش نظبطها يعني، نظبط الموضوع، ممكن نعمل روتيت على واي وروتيت على زد بالشكل ده كده اهو، تمام، عادي جدا عادي جدا، المسألة بسيطة وسهلة، مش فيها اي مشاكل ولا اي تعيد. طيب تعالوا نظبط شوية، نخلي التيبر بتاع السايز في سموز وفي لينير، خليه سموز
بالمنظر ده واخلي الاوباستي برضو سموث بالشكل دوت. تمام. في عندي بعد كده في الديسبرس، تعالوا نزوده شويه نخليه بتاع 7 ولا حاجه، وتعالوا نقلل البارتكلز او السترينجز في الواي نخليها ولتكن مثلا 15 بالشكل دوت، زد بواحد اعتقد كويس، سايز على الزد برضو بواحد، نخلي دي باتنين، كلها مسألة تجارب. تمام. تعالوا بعد كده نتكلم على الكويك مابس. الكويك مابس عبارة عن خرائط بس سريعة شوية، تمام، يعني او خرائط بدائية للخواص البدائية للفورم. لو فتحت كويك مابس عندي اوباسيتي ماب وكالر ماب، خلاص دول الاساسيين. بعد كده عندي ماب واحد واثنين وتلاتة، خلاص، ومش متاح انك تعمل لهم دوبليكيت. اذا انت عندك 3 كويك مابس وعندك 2 كويك مابس اساسيين. لو انا اشتغلت على الاوباسيتي ماب، او خلونا نتكلم على الكالر ماب الاول وبعد كده نتكلم على الاوباسيتي ماب. افتح الكالر ماب. طب ما انت هتقول لي ما انت عندك كالر اهو يا عم الحاج، امال الكالر ده مش متظبط، مش موجود هنا ليه؟ اصلا انت قافلها، قول له هات لي محور، يعني قول له طبق اللون ده بس اطبقه فين بقى؟ اكس واي زد دائري. هقول له مثلا اكس اهو، خد اللون وطبقه. طيب هتقول لي حاجة تانية، هل ينفع غير؟ اه يا سيدي غير، شيل البيربل ده خلاص، وهات ده مثلا خليه حتة برتقاني مثلا كده، تمام، يعني عشان ياخد الشكل الناري شوية، ماشي. وناخد ده نديله برضو على برتقاني فاتح شوية، يعني بالشكل ده كده. طيب ايه رأيكم نقلب البروجكت 8 16 32 فيبان الفورم؟ لو رجعت بقى كده، تعالوا بعد كده لو هنتكلم على الاوباسيتي، لو انا فتحت الاوباسيتي ماب هلاقي الاوباسيتي عبارة عن كيرف، اقدر بالكيرف ده ان انا اتحكم في الشفافية بتاعة الفورم في اي منطقة. بمعنى ان انا عايزه مثلا خلاص يبقى اخلي دي على واي، تمام، عايزه يبقى شفاف في النص، بقوم جاي هنا كده راسم، بضغط بالماوس وانزل ارسم كيرف واطلع بالكيرف ده. شفتوا اللي حصل؟ خلاص. طيب اعمل ريسيت، تمام، هنعمل ريسيت في عندي راندوم وفي مش عارف ايه، واضغط على ده هيعمل لك ريسيت. هرجع تاني هرسم الكيرف ده ومش هنزل للاخر وهطلع كده. ايه اللي حصل؟ ان بقى في حاجات الاوباستي بتاعها عالي قوي لقليل لعالي. لو انا عملت اكس الخريطه هتتطبق على العكس، تمام، بالشكل ده كده. لو انا عملت الكيرف ده عمل لي اوباسيتي مفيش لعالي ليه مفيش، لكن لو انا عكسته هرجع اعمل ريسيت، تمام، وهقوم جاي طالع راسم كيرف ينزل ويطلع بالشكل ده كده، فاداني الاوباسيتي اللي انا عايزه. نفس الموضوع على الفراكتال سترينجز. لو انا رفعت الديسبليس دي خليتها مثلا ب10 اثر، لو رفعت كمان هيأثر اكتر، تمام، اصبح بالشكل اللي احنا شايفينه ده، تمام. طبعا لو انا عملت زيرو من لوحة المفاتيح هلاقي مشكلة. اولا اتجاه التويست شمال والفلو طالع كله ناحية اليمين، تمام، يبقى انا 60 بس دي هخليها سالب 60، تمام، واشتغل هلاقي الشغل ماشي معايا تمام ومفيش فيه اي مشكلة. لكن السترينجز ده عايز اظبطه، او الديسبليس ده عايز اظبطه. بمعنى افرض يا سيدي انا قلت لك انا عايزه
مستقيم وكويس لغايه قبل الاطراف يبقى مقصف كده، يعني يبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. انا عايز اوريكم الفول ريندر، تمام؟ لسبب، اولا لو انتوا خدتوا بالكم السفيريكال فيلد مظبوط شويه، لكن في الاول ابصوا شوفوا دي اطراف طلعت اهي، مش انا مش عايز الموضوع ده، تمام؟ بالشكل ده كده. طيب هعمله ازاي؟ هقول لك. بص يا سيدي، اول نشيل دي ونشيل دي عشان تبقوا شايفين الدنيا مظبوط ماشي بالمنظر ده كده. اعتقد ان عملت لها فيت اب 100 مثالي كده، تمام. ابسط حاجه هقوم رايح لماب رقم 1. ماب رقم 1 بيقول لك الماب 1 2 هتعملها لايه؟ للسايز ولا 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 ولا؟ هقول له لا، انا عايزها للفراكتال سترينجز، تمام؟ واعمل كده. جميل قوي. طب الماب اوفر اكس ولا واي ولا زد ولا راديال؟ هقول له اكس. جميل. ولا عبرك ليه؟ لان ماب 1 لو فتحتها هتلاقي فيها كيرف. ارسم بقى، خلاص. شوف انت عايزه من البيرث للديس يبقى عامل ازاي. ممكن اعمل الكيرف ده، تمام؟ وفي الحاله دي هلاقي بالمنظر ده كده مستقيم وطالع يبقى معوج شويه. طيب عايز تظبط، عايز يعني تخليه التعويج ده يبقى في الاخر، بسيطه. اضغط هنا وتعالى ارسم الكيرف زي ما انت عايز، وهات الكيرف بدري شويه، تمام؟ طيب عايزه اكتر مش مشكله، ارسم وهاته متاخر شويه. اصبح انت كل مدى، يعني انت كل مدى بتاخر او بتقدم ظهور التشوهات. لو رجعت لنفس الكيرف تاني هلاقيه بنفس الطريقه دي. ممكن على فكره انك انت تعمل فليب، تمام، عشان تشوف الوضع بس ماشي ازاي. طبعا فليب مش هي بتاعتنا، فهنرجع نعمل فليب تاني، يقوم جاي لاحم الموضوع في بعضه. طبعا ممكن نعمل الكيرف ده خلاص، لكن دي هناخدها نقفلها كده، تمام. ودي هناخدها ممكن نقفلها كده، تمام. فاحنا هنخليها كده احسن. طيب كده الفراكتال سترينجز. طب افرض السايز برضه سهلة، قول له سايز على اكس، وتعالى في الماب 2 اعمل له مثلا كيرف زي ده. بدأها بمفيش وبعدين زود، ممكن كيرف زي ده، تمام، او زي ده. يعني انت جر ارسم يا سيدي، انت مثلا اعمل ريسيت وخد مثلا كيرف كده واطلع بيه وارجع كده. اصبح السايز في النص تقريبا مفيش، خلاص. ممكن احنا اصلا شويه نطلع فوق في السايز ونكبر السايز مثلا، نخليه 2 بحيث يعني يبقى فيه يبقى باين شويه، ماشي. طيب ده بالنسبه لي الكويك مابس، تمام. وبرده نفس القصه، ممكن انك تقول له على الديسبيرس، خلاص. الديسبيرس على فكره اللي هي تفريق الخطوط دي عن بعضها، برضو هقول له ديسبيرس، هقول له ماب اوفر واي المره دي، خلاص. طبعا مش شرط يعني، وبرضو هجرب اعمل كيرف زي ده واشوف الوضع عامل ازاي. انا هخلي ده كده، تمام، وبس هكبر الكيرف شويه كده بالمنظر ده كده عشان بس يبقى باين. هرجع اقلل بس العدد لواحد عشان التكسيرات دي تروح بالمنظر ده، طبعا ده علشان الخريطة بتاعت الفراكتال سترينجز السايز شغالة. لو انا قلت اوف بس كده خلاص هو قفل بتاعت السايز. طيب نيجي بعد كده على اخر حاجة، ان احنا بس هنحط
هنحط جلو دبل كليك اسحبه طالما مش عايز يتحط. ماشي، كل ما في الموضوع ان انا هاجي هنا واقول له الجلو خد لي ده كده وخد لي ده اهو. ماشي، وخلي ما تخليهاش اوريجينال، خليها A و B كلرز. زود الراديوس ونقلل شويه الثريشولد، تمام، ونزود الانتنسيتي، طبعا زود زي ما انت عايز. البروجكت طبعا لازم 32. ماشي، ممكن الانتنسيتي نزود كمان. يا ربي دي شفتوا بقى دي بتعمل ايه؟ بتخلي الجلو في المناطق الفاتحه باين قوي. خلاص الراديوس نقلله بس شويه كده، تمام. ما اعتقدش ان هي محتاجه حاجه تاني. اعتقد ان اللون ده محتاج ان هو يغمق سنه، ودي محتاجه ان هي تفتح سنه. طبعا عايز تريح نفسك من الكلام ده كله، قول له اوريجينال كولرز، بس في المره دي بقى هتخلي الانتنسيتي قليله قوي، تمام، والراديوس يعني كبره بحيث يبان، واللفندي ده قلله كده بالشكل دوت كده. يعني ده كان كلام على الكويك مابس، ازاي ان احنا نستخدمها ونستخدم الكيرفات بتاعتها. المره اللي جايه ان شاء الله، الاول بس قبل ما نختم نروح لترانسفورم وورلد برضو عشان اوريكم، ولو عملنا روتيت حوالين الواي كانك بالظبط لفيت الكاميرا زي ما انت شايف كده وبقيت ورا الفورم. لو عملت ريندر طبعا الريندر بقى يبقى تقيل، بص كده كانك انت كده ورا السفيريكال فيلد، ورا النقطه بتاعه السفيريكال فيلد. طبعا يعني مش شرط انك انت ترندر على 32، بس في نقطه عايز اقولها لكم. الجلو لما بيتحط والرندر مود او البي بي سي او الكالر مود 8 بت، ما بتشوفش الافكت ده، بتشوف حاجه تانية خالص. ف اشتغل عادي على 8، اما تيجي تخلص اقلب الكالر مود ل 32 واشتغل زي ما تحب. ده بالنسبه لي تاني جزء من الافكت بتاع الفورم او التراب كود فورم. اتمنى تكونوا مستفيدين. ان شاء الله في الجزء الثالث هنتكلم على النويز فرق، على فكره هنتكلم على اللير مابس، تمام، وهيبقى لينا معاها كلام كتير شويه. وبرضو ان شاء الله لو سنحت لينا الفرصه هنتكلم على السفير ليرد وازاي نقدر نستخدمها. معلش طولت عليكم شويه في المحاضره، كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض، شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.